فيلا 180 متر الساحل الشمالي، كيلو 82، قدام زهران ماركت. احنا دلوقتي كده هنخش مدخل الفيلا. ده احدى المداخل بتاعت الفيلا. ده كده الريسبشن، 3 قطع، دي التالتة. نقدر نخش من ال كده، ده الشباك نقدر نبص عليه من هنا. ده اوبن كيتشن، كيتشن مفتوح براحته خالص كبير. دي احدى الغرف، احنا قلنا 4 غرف في الدور الارضي. دلوقتي ما زلنا في الدور الارضي. نطلع كده الدور الاول. بس قبل ما نطلع الدور الاول، ده حمام اللي هو في الدور الارضي. نطلع كده على الدور الاول. هنلاقي 3 غرف. دي غرفة إضاءة طبيعية ممتازة، غرفة كبيرة، واخدين سريرين كبار جدا. غرفة تانية برضو سريرين. الفيو حمام خاص بالغرفتين. ودي الغرفة الماستر، غرفة الماستر برضه ما شاء الله الحمد لله مرتاحة جدا كبيرة. باب، ده حمام خاص بالغرفة الماستر. بلكونة، ده كده الفيلا 180 متر الساحل الشمالي، شمال الطريق قدام زهران ماركت.